السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملنا كحك العيد الناعم اللي بنحط عليه سكر بودرة كده، بطعمه حلو جدا ما شاء الله، جميل جدا معايا، وصغنطوطة وحلوة ازاي، وحمرها حلو جدا ما شاء الله عليها، جميلة جدا. الف هنا والف شفا على قلبكم. ما تنسوش حبايب قلبي، لو مقادير الكحك بتاعي عجبتكم انا هسيبها لكم في صندوق الوصف، تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة. وكل سنة وانتم طيبين.